حريتك في التنقل وحقك في ممارسة غرامك هما حاجات حرمنا منهم الحجر الصحي الشامل في ظل انتشار فيروس كورونا. ريان بوهيجة شاب مغروم يحكي لنا أكثر على تجربته. اسمي ريان بوهيجة وعمري 16 سنة وغرامي هو الباسكت. ملي بدات الكورونا ما عادش نجم ننشط كيما قبل، ولينا مرة نلعب 10 ليل. الحقيقة الكورونا حرمتني من حقي مش نمارس غرامي، وحرمتني من حرية التنقل مش نمشي للكلوبي وقت الحجر الصحي الشامل. حتى كي وليت نخرج نمشي للتيران نلقاه فارغ، نلعب وحدي للنقلة قدر سيري نهز كورتي ونروح. ذاك عليه ولا وقتي كله ضايع وما عادش نجم نستغلو كيما قبل. نستنى في كورونا وقتي توفى مش نرجع نلعب انا وصحابي ونعملو جو كيما قبل. ريان بوهيجة واحد من الشباب اللي كورونا حرمتهم من حقهم في ممارسة غرامهم وحدت لهم من حريتهم في التنقل، وهذا كان لأسباب صحية بالأساس.